في تصريح له عقب مراسم التوقيع على الاتفاقيات ومذكرة التفاهم، أعرب رئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تقديره للموقف الثابت لأوغندا في مناصرة القضايا العادلة، خاصة القضيتين الصحراوية والفلسطينية، داعيا إلى مضاعفة الجهود بمعية القادة الأفارقة لحشد مزيد من الدعم السياسي والمادي للشعبين الفلسطيني والصحراوي. فخامة الرئيس، أعرب في هذا المقام عن تقديري للموقف الثابت لجمهورية أوغندا في مناصرة مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وأؤكد بأنه يتعين علينا مع القادة الأفارقة مضاعفة الجهود جماعية لحشد المزيد من الدعم السياسي والمادي للشعبين الصحراوي والفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته التاريخية وتمكينهما من تقرير المصير والاستقرار.